قص الدعوه ديال مهرجان كازابلانكا. حالي بحالكم حتى انا كنتفاجئ بهذا العدد الكبير تبارك الله ديال الامن. اي سؤال كيخص ان غياب الجمهور فماشي سؤال لي انا يعني خصكم تسولوه المنظمين. انا دائما كنلبي الدعوه ديال اي مهرجان وانتوما يعني راكم كبرتوا معايا. انا لا كارير ديالي كبرتوا معاها يعني اول مره في حياتي غادي نشوف هذا المشهد اللي ما كيعجبش كاع حتى شي فنان. وكنتمنى ان شاء الله زعما الحفلات المقبله اللي كاينه في كازا ولا في المغرب كامل يعني داكشي اللي وقع الاحداث اللي وقعت الاخيره اثرت بزاف على الجمهور المغربي ولا كيخاف يجي زعما الحوايج اللي اون بلانير يعني يعني كيحس بعدم الامن. اليوم كاين امن بكثافه كبيره باش يحمي الجمهور ولكن كنلاحظوا ان واش لا كومينيكاسيون ما كانتش مزيانه ولا المهم. انا راه الاشاره في اي مهرجان باليوم بالنسبه ليا ماشي احسن نهار ديالي بالنسبه ليا بالجمهور يعني ما كاينش يعني تخوف يعني على انا لا الحمد لله. الا كنتو كتعرفوا حاتم عمور يعني لكن الشيء الجمهور الا كان جا اي واحد ما معروفش كاع غيكون اكثر من هذا يعني ماشي ضروري حاتم عمور ولا غيره يعني الا درنا غير شي فرقه فولكلوريه غادي تكون الجمهور اكثر من اليوم. اليوم كاين شي حاجه انا ما فاهمهاش كنتمناو تبحثوا فيها وتعرفوا شنو هي. لا لا شيء اثر عليا بالعكس بالعكس انا الجمهور ديالي في العالم كامل في يعني المغربي والمغاربي. غدا عندي حفله في امستردام سولد اوت السيمانه الجايه عندي في اوتريخ سولد اوت فهاد الشيء ثاني بحالي بحالكم بغيت تفهموا. ما غاديش تطلع اليوم فالاغنيه الاخيره كتحتل المرتبه الثامنه في الهاشتاج عالميا هي الاولى في التوندونس. فرحان بزاف التفاعل ديال الناس وشكرا لكم. وانا ما كرهتش نجاوب على كل الاسئله ولكن انا مازال مستريسي خصني نطلع لها. فوالا شكرا ميرسي بوكو. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.